مغني الصحفي بقناة حنبال، شنو رايك في الجلسة العامة واللمة هذه والسوسيوس ككل؟ والله هي جلسة كبيرة وحاجة كبيرة برشا، شفناها تليق بنادي كبير اسمه سيسيس، اسمه نادي رادي سفاقسي، وكيف كيف خاصة انه شفنا الديمقراطية بأم عينها في نادي رادي سفاقسي، شفنا الهيكل هذا السوسيوس، يعني صحيح هو اليوم مارس الديمقراطية في حد ذاته معناتها على نفسه، وشوف الانتخابات كيف كيف كان مارس الديمقراطية، كان طلع رئيس، كان طيح رئيس، يعني هيكل ممتاز ونشيط جدا في صلب نادي رادي سفاقسي، والديمقراطية يعني كان سباق فيها يمكن قبل حتى الثورة التونسية، بدا من عام 2008 هيكل السوسيوس. أنا كنت متابع جيد للهيكل هذايا، الهيكل هذايا بدا كعبة كعبة بازا با كعبة واثنين وثلاثة، فليس مع فليس يساوي قديس، وبعد بشوية بشوية اليوم أكثر من 5000 نومبر سوسيوس أبوني سوسيوس في النادي رادي سفاقسي، وهذايا شرف كبير للسياسات، لكن هذايا يعطي إشكالية كبيرة برشا، وجمهور السياسات ديما فما يعترضنا يقولوا نحكيوا عليها، وأنا تو مش نحكي عليها. الإشكال هذايا أنه ليزابوني نتاع النادي رادي سفاقسي يعني قد ما قاعدين يكبروا قريب يوصلوا للكاباسيتي نتاع ملعب تلميري، يعني على قريب مش يفوتوا الكاباسيتي نتاع تلميري، نعرفوا احنا ريزرفاسيون كيفاش تصير، تو شنو الحل؟ شنو خمو؟ هذايا نداء للسلطات انهم لازم يتلفتوا، يا اما توسع الملعب طاير ميري، يا اما يزيدوا يحلوا البارتي على اليمين اللي هي عمرها ما تدخل فيها جمهور بما انه فريق الضيف ما عندوش حق يدخل جمهوره، والا يشوفوا لنا حل في المدينه الرياضيه، لو انه حلم يبقى صعب المدينه شويه في الظروف اللي عايشين فيها في البلاد. سي محمد الطريقي صاحبي بجريده الصباح، شنو رايك في الجلسه العامه الانتخابيه وشنو رايك في السوسيوس ككل تاع نادي رادي سفاقسي؟ شكرا، فعلا هي مناسبه جدا وفرت لنا هذه السوسيوس اليوم باش التقينا فيها، اولا لمراجعه ومتابعه وعقبه الجلسه العامه للسوسيوس اللي للمره كل مره في مواعيد محدده تقيم جلساتها العامه، وكل مره ثم جديد. السنة بالنسبه للجديد هو موعد هام جدا لانه يتزامن مع اولا وصول بلوغ الهيكل اكثر من 5000 منخرط، وهو رقم خارق العاده وجدير بالتنويه، وثانيا وجود الجمع الكبير اليوم من احباء نادي سفاقسي وشركاء السوسيوس والمحبين والرياضيين كل اجتمعوا في الحفله هذيا للابتهاج اولا بالجلسه العامه وتجديد اعضاء جدد للهيئه، ثانيا لتكريم الرقم 5000 والسيد هذيا اللي احظى بالامتياز هذيا، صح عليه كانه في عرس اليوم يتلقى الحفله هذا والناس كل تحضر له، واللي حضور متميز جدا، جماعة الرشاء قاعد يشوف في كل الرياضيين اللي نعرفهم قبل وجدد والخدم، وهذا فرصة جيدة وفرت لنا السوسيوس، يعطيهم الصحة وربي يعينهم. أنا الصحفي سي فاضل بوسلاح، شنو رايك في الجلسة العامة الانتخابية نتاع السوسيوس وفي هيكل السوسيوس ككل أنت كصحفي؟ بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية هذه نتاع السوسيوس يعطيهم الصحة، خدمة كبيرة قاموا بها الحق، تنظيم محكم، تنظيم جيد، معناها كان ثم بلانينغ على معناها دي بريمير، معناها من اول لحظه لاخر لحظه في الجلسه هذه. بالنسبه للهيكل سوسيوس، النادي رادي سفاقسي هو رائد في التجربه هذه العالميه بالنسبه للهيكل سوسيوس، على خاطر الهيكل هذا معناها متبع في اعلى الفرق في العالم، مانشستر يونايتد، برشلونه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، معناها اكبر الفرق العالميه تعتمد على الهيكل هذا ليمثل تمويل ذاتي من قبل الأحباء. بالنسبة للنادي الرياضي سفاقسي هو الفريق في تونس وأنجح فريق يقدم يعتمد المنظومة هذه، منظومة سوسيوس توا تمكن معناها باش يقوم العديد من المشاريع، معناها كيما توا بروشينمون باش يجيب الحافلة، كيما ملعب طيب المهيري اللي بانولويد اللي عملهم تاع الإشهار، كيما تجهيزات رياضية في المركب، وبرشا أعمال يقوم بها لهيك لمصلحة النادي الرياضي سفاقسي. لهنا التجربة هذه لازمها شوية إحاطة معناها باش يزيدوا عدد، على خاطر ولايه مليون ساكن سفاقس، شويه نلقاو 5000 سوسيوس في معناها بالنسبه للولايه في الحجم هذا، لهنا يلزمهم الاخيان في السوسيوس شويه خدمه باش يزيدوا يطوروا في عدد المنخرطين في المنظومه هذه. انا الصحفي سي نزار الشعري، قبل كل شيء مرحبا بك في سفاقس، وشنو رايك في الايفينمون اللي صار الجلسه العامه والسوسيوس النادي رادي سفاقسي ككل؟ عاد انا الحقيقه الشهاده نتاعي مشروخه في الحكايه هذه الكل، تبارك الله تشوف خمسه وخميس عليهم عدد كبير من الحاضرين، الناس الكل مستوى راقي، مستوى يعمل 66 كيف،
هذا ما نجمو كان نقولوا الرياضة في تونس بخير وقت نشوفوا المستوى نتاع المحبين هكا معناتها. ربي معاكم وإن شاء الله كل عام وسوسيوس بخير. على موقع سفاكسيون بونيت معنا سمادي قاسم صحابي بذاعة سفاقس. قبل كل شيء شنو رايك في الجلسة العامة الانتخابية في الإيفينمون وفي السوسيوس ككل؟ كلمة بركة نقولها لك اكسترا معناها بالحق. اليوم السوسيوس اكدت انه الكبير يبقى ديما كبير وسوسيوس وصلت يوم ال 5000 وبال 5000 عملت معناها ايفينمون كبيرة برشا. اجواء رائعة جدا, صور رائعة وحلوة تخرج بها اليوم. لم شمل العائلة الموسعة للسي اس اس, لم شمل احباء السي اس اس, سوسيوس, سوسيوس اوروب, سوسيوس كندا, سوسيوس امريكا. قبلك شوية كنت تحكي مع عديد الوجوه اللي جاوا سبيسيالمون من عديد دول العالم باش يحضروا هذايا, والصورة الاروع من هذايا الكل هيك الصورة اللي جمعت رؤساء سي اس اس القدامى الدكتور علول وصلاح الدين الزحاف, ايضا سي عبد العزيز بن عبد الله, لطفي عبد الناظر. تلمت العائله, والعائله راهي ما تكون كبيره الا ما يكونوا ولادها يحبوا بعضهم, اللي ما يكونوا ولادها يخدموا المصلحه واحده هي مصلحه الجمعيه. شيء كبير سوسيوس هي بطبيعه خطوه كبيره برشا للنادي الرياضي الصفاقسي. سوسيوس شفنا اليوم حتى الانجازات الكبيره نتاعها اللي قدمتها بالنسبه للسي اس اس, واخرها طبعا ملعب طيب مهيري, اللوحات الاشهاريه اللي قاعده تعطي في مليارات لخزينه النادي الصفاقسي, بالاضافه للحافله الجديده اللي مش الدعم اكيد دائما البنيه التحتيه للنادي الرياضي الصفاقسي. نقول اليوم ما هي جلسه انتخابيه بقدر ما هو عرس, وفي العرس راهو تتلم الناس الكل, والناس الكل يجيوا باش يفرحوا للنادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله الصوره هذيا تكون بدايه غيث. علاش نقول الكلام هذايا؟ لانه في الجلسه العامه الاخيره للسي اس اس لاحظنا غياب عديد الرؤساء. ان شاء الله انطلاقا من اليوم يبدا النادي الصفاقسي في صفحه جديده, هي صفحه تلم الشمل وتلمت العائله لمصلحه واحده هي مصلحه النادي الرياضي الصفاقسي.